الفرنسي. من اول الحاجات المهمه عندنا واللي لازم تعرفها حاجه اسمها مواصفات المشروع بتاعك، البروجكت سبيسيفيكيشن بتاعتك، ايه هي الحدود بتاعتك او المواصفات اللي انت المفروض تعملها في المشروع بتاعك. يعني مثلا كان عندنا مشروع كان يقول لك المشروع مثلا ده كان مؤلف من 22 طابق، عدد الادوار السكنيه كذا، عدد الادوار التعليميه كذا، الاستراحات كذا، كان مشروع عباره عن كذا حاجه. المشروع الاولاني اللي قلت لكم ان انا قلت لكم ان انا ايه مشروع مؤلفه عشان خاطر ايه مطبع عليه، في جزء منه سكني، في جزء منه مراكز تعليميه، في جزء منه قاعات جيمات، الكلام ده كله عشان في فرق من الاحمال من هنا اللايف لود، من اللايف لود من هنا اللايف لود. فانت اول حاجه المفروض تكتبها ايه؟ تقول له اول حاجه البيزمنت بتاعك اللي هو الايه؟ البدروم بتاعك، نوع البلاطه اللي انت هتستخدمها، هل هي سوليد سلاب، فلات سلاب، ولا بلوك؟ طيب ارتفاع الدور كام؟ حموله التغطيات كام؟ اللي هي الفلور كفر كام؟ اللايف لود بتاعك كام؟ كل الكلام ده لازم توصفه في المشروع بتاعك. كمان لازم تعرفه الكود اللي انت هتستخدمه، ايه هو الكود اللي احنا ايه؟ هنستخدمه. ليه؟ لا قدر الله صممت منشا، لا قدر الله يعني، وحصل مشكله قدام، هيجي يعمل ايه؟ هيجي يقول لك فين يا باشمهندس الكالكوليشن شيت بتاعتك؟ وريني المذكره الحسابيه بتاعتك اللي انت عملتها. تروح جاي مورينه تقول له انا عملت المذكره الحسابيه بتاعتي كذا، صممت على الكود المصري كذا، الاحمال بتاعتي اللي انا اخدتها كانت كذا، وهو يبدا يقارن الايه؟ المصمم بالنسبه لايه؟ اللي انت درسته، وهل هو موافق للكود ولا لا؟ كمان تعرفه المقاومه المميزه للخرسانه اللي انت هتستخدمها، ايه الاف سي يو اللي انا هستخدمها؟ هتفيدني في ايه الاف سي يو دي؟ عشان اعرف الخرسانه تقدر تشيل جهاز ضغط قد ايه؟ هيفيدني في ان انا اعرف ايه الفيلد بتاع الحديد؟ عشان اعرف الحديد اقصى قوه شد هيشيلها قد ايه؟ اقصى ستريس هيجي له عليه قد ايه؟ قدره البيرنج كباست بتاع التربه مش لازم تعرفها لي برضه؟ طبعا دي بتجي لك منين؟ المفروض يعني من تدريب التربه. في البدايه كده باشمهندسين شرح انا عامله كده يا دوبك بيفهمك يعني ايه خرسانه؟ ليه الخرسانه بتشيل الكومبريشن؟ ليه الستيل بيشيل او الحديد ليه بيشيل تنشن؟ شويه حاجات كده بسرعه تعجبك ان شاء الله يعني. اللي احنا عايزين نتكلم النهارده عنه حاجه اسمها الستبس اوف فور ستراكشر ديزاين، هي الخطوات اللي انا امشي عليها عشان اقدر اعمل تصميم انشاء. اول خطوه منهم احدد طبيعه استخدام المنشا بتاعي. يعني ايه طبيعه استخدام المنشا؟ يعني هل المنشا بتاعي اللي انا بعمله ده، انا راجل واحد مالك جاي بيقول لي يا باشمهندس انا عايز اعمل البيت بتاعي، فالمنشا بتاعي سكني؟ هل ده شركه مثلا معينه فبيقول لك اعمل لي مكتب اداري للموظفين؟ هل راجل عنده مولات والكلام ده فبيقول لك اعملوا لي تجاري مول؟ هيفرق في ايه؟ الحمل. لان انا عندي اكيد طبعا لما انا واقف في حته زي اللي احنا مركز كورسات طيارنا فيه كده احمال لايف لود فيه، غير لو ايه؟ لو كان معمول مين؟ سكن بقى. هل الاحمال السكنيه زي الاحمال الكتير دي؟ فانا لازم اول حاجه احدد طبيعه المنشا بتاعي. هل هو منشا ريزيدشال؟ هل هو اداري؟ هل هو تجاري كوميرشال؟ ايه بالظبط ايه؟ النوع بتاعه. تاني حاجه اعرفها ايه هي؟ المواد المستخدمه. يعني ايه المواد المستخدمه؟ الماتيريال بتاعتي. بص يا باشمهندس عشان تبقى مهندس صح بالذات ستراكشر افهم اربع نقط، لو انت فهمتهم خلاص كده اضمن لك ان الدنيا معاك تبقى تمام باذن الله. ايه هم الاربع نقط دول؟ تعال نشوف كده الباور بوينت ده اللي انا عامله. اربع نقط دول لو انت فهمتهم صح اكد لك ان مفيش حاجه في الاستراكشر ان شاء الله هتقف معاك كفهم يعني. ايه يا باشمهندس الاربع نقط اللي احنا عايزين نتكلم عليهم؟ اول نقطه فيهم لازم تفهمها حاجه اسمها الماتيريال اند نيتشر. يعني ايه الماتيريال اند نيتشر؟ الطبيعه والمواد. يعني ايه الطبيعه والمواد؟ انا راجل مهندس ستراكشر هعمل مبنى سكني او مبنى تجاري هنا في مصر او في السعوديه او في امريكا او لازم اول حاجه اعرفها طبيعه البلد اللي انا فيها. يعني ايه طبيعه البلد اللي انا فيها؟ التربه. التربه نوعها ايه اللي عندي؟ الاحمال الموجوده عندي ده عباره عن ايه؟ يعني ايه الماتيريال برضه؟ ها؟ ايه المواد اللي هتجيلي؟ يعني الناس دي بتستخدم ايه؟ بتستخدم خرسانه، بتستخدم خرسانه حديد، بتستخدم خشب، مباني خشب، بتستخدم ستيل. فانا اول حاجه لازم اعرف مين؟ الماتيريال بتاعتي اللي انا هستخدمها. هل المنشا اللي انا عامله ده منشا خرسانه ولا منشا ستيل ولا منشا خشب ولا؟ صح كده؟ فدي اسمها ايه؟ الماتيريال بتاعتي اللي هم هيوظفوها لي اللي انا هستخدمها. طب يعني كلمه نيتشر؟ يعني ايه الطبيعه؟ طبيعه الحواليه. هل ايه بطبيعه الحواليه؟ هل احنا عندنا جليد هنا في مصر؟ يبقى انا لما اجي اصمم، ايوه لما اجي اصمم هل اخد احمال الجليد دي معايا؟ طب انا لو في امريكا مش لازم اصمم على احمال زي دي؟ يبقى الاماكن انا لازم اعرف الطبيعه اللي حواليا. ايه الاحمال اللي انا اصمم عليها؟ هتقول لي يا باشمهندس مثلا عندنا في مصر هنا ايه المعترض عليه؟ احمال اوزان الديزل بتاع الخرسانه، احمال ايه؟ تخطيط التشطيبات السيراميك الكلام ده كله. ايه تاني؟
اللايت بلو احمال الرياح طبعا الرياح ما بقاش لها لازمه دلوقتي ليه طبعا ما بقاش رياح فين احنا قاعدين اصلا مش شايفين شويه قوي جايين فهتعمل احمال رياح ازاي البيوت ما شاء الله بقت لابسه ببعضيها وما بقاش فيها هوا بيجيلك نتكلم على بره هنتكلم احنا هنتكلم على اللي بره بيجيب لك المساحات حوالي سيبك الشارع 20 متر 15 متر في هوا هيجي فده تخاف منه تبدا ايه تاثر بس بقى كمان سرعه الهوا سرعه الهوا هنا في مصر غير السعوديه عندهم الرياح اخطر بكتير لان سرعه الهوا عندهم عاليه قوي عواصف رملية كمان كتير هناك فلازم تاخد بالك من موضوع سرعة الرياح. ايه تاني عندنا؟ الزلازل. هل انا منطقة في مصر هنا قوة الزلزال زي اليابان زي فانا لما اجي اعمل اصمم مبنى في مصر هنا هل يبقى احتياطات زي مبنى مصممه في اليابان؟ يبقى انا اول حاجة فاهم عندي الماتيريال اند ايه الخامات اللي انا هستخدمها وايه الاحمال اللي ايه الطبيعة اللي جايبها وصلت؟ طب تاني حاجة قوة الزلزال والبريشر والكلام ده كله بيعمل يعمل حاجه اسمها انترنال اكسترنال فورس يعني اكسترنال فورس هو خارجي يعني بقول لك يا باشمهندس ده في زلزال عندي يبقى في قوه ايه جانبيه جايه نتيجه مين زلزال فانا عندي فيه اشخاص هيقفوا في المبنى اللي انا فيه يبقى فيه قوه راسيه جايه نتيجه مين الاشخاص الموجوده عندي ده انا يا باشمهندس عندي في حمام سباحه يبقى في عندي قوه ايه ضغط مين جانبي لا الميه اولا والضربه من بره وضغط راسي لمين الميه فانا ببدا احلل القوى الخارجيه دي او الطبيعه اللي عندي اللي بره دي بحولها لحاجه اسمها ايه؟ external forces يعني external forces احمال خارجيه، احمال بقى دي ممكن تكون vertical, on weight, snow, wind, earthquake ايا كان نوع الايه؟ القوى اللي انت ايه؟ هتصنفها دي. وصل كده يا باشمهندسين؟ ثالث حاجه internal forces قلنا الاكسترنال دي ماليش دعوه بيها الله اعلم. كون زلزال جيلي قوي فتعمل لي external forces كبيره. شويه ناس اتجمعوا تجمعوا كان عددهم كتير عددهم كتير فايه اللي حصل؟ يديك ايه؟ احمال لايف بلود ايه؟ عاليه. وصلت؟ طيب الانترنال بقى ايه المقصود بالانترنال؟ ايه المقصود بالانترنال يا باشمهندس؟ يعني ايه داخل المنشا بتاعي؟ في عندي اكسترنال في عندي انترنال. ايه بقى الانترنال؟ المقاومه بقى يعني ايه المقاومه؟ بالظبط كده. واحد بيروح جيم زي واحد عادي ايه الفرق بين ده وبين ده؟ اللي بيروح جيم ده تلاقي ما شاء الله عضلاته شعبان فلو شال اي حمل الموضوع بالنسبه له ايه؟ مش فارق لو واحد تاني تعبان ما بيروحش ايه؟ تلاقيه بيشيل حاجه عمال ينزل ايه؟ ينزل بيه نفس الفكره. هل المبنى بتاعي ده قطاع الخرسانه ده من غير ما يديله اي حمال لو انا جبت الكاميرا فانت بتعمل ايه؟ كده يا باشمهندس الكاميرا دي تقدر تشيل فوق من تحت عرفت منين؟ إيه؟ عرفت منين؟ إيه؟ هل انا هتدور عليها حمال او اي حاجه؟ انا عرفت ان فيها نسبه حديد كذا وفيها خرسانه كذا فتقدر تشيل ايه؟ كذا زي بالظبط ما تشوف واحد ما شاء الله بتاع شيء تقول له ده دماغي كده شيله بدين شوف واحد جنبه طول ده 10 كيلو تلاقي ينزل بيه عرفت منين؟ الشكل بتاعه الشكل الانترنال فورسز يقدر يشيل نفس الفكره عندي هنا القطاع الخرسانه بتاعي ده الكاميرا ده كابعاد دي كاميرا 30 70 ولا 30 80 في فرق ولا مفيش؟ في فرق الكاميرا الكبيره تقدر تشيل ايه؟ اكتر ده تقدر تشيل ايه؟ اقل وصلت فده اسمه ايه؟ الانترنال فورسز الطبيعي عشان مش بتاعك يكون ستيبل لازم ايه؟ طبيعي الانترنال اكبر من الاكسترنال اللي اقدر اشيله يكون اكتر من اللي جاي ده الطبيعي يبقى فهمت عليه انترنال يبقى انت بتفكر اول حاجه ايه الماتيريال اللي هستخدمها الطبيعه اللي حواليا بتديني فورسز قد ايه طب الفورسز دي بتتحول لحاجه اسمها اكسترنال فورسز احمال خارجيه طب القطاعات اللي انا هصممها دي الانترنال فورس اللي اقدر اشيلها قد ايه يعني حمولتها او العضلات بتاعتك اللي انا اقول الانترنال دي ايه العضلات بتاعتك قد ايه وصل اخر حاجه طبعا ايه صمم بقى الكوب بقى بيقعد يقول لك لا يا باشمهندس ده انا الناس ممكن الناس اللايف دوت دي الحبل اللي انت واخد بالك منه ده ممكن يزيد شويه ففي واحد مثلا ربنا رزقه في بيته جنبه مثلا ملعب كوره في ماتش نهائي ولا حاجه ايه اللي بيحصل في بيته؟ ام لا اله الا الله ده مصمم على اللايف دوت 100 تلاقي بقى كام؟ 500 600 تلاقي الناس واقفه في الفيديو ده كله بيقول لك لا يا باشمهندس خد بالك احنا هنزود لك اللايف دوت شويه اكتر ايه؟ شويه مفهومه؟ طب الكود هو ده اسمه ايه؟ كود ديزاين اند ليج انا المفروض الايه؟ الاكسترنال تكون اقل من الانترنال شويه اشتراطات الكود بيقول لي يقول لي خد بالك من كذا خد بالك من كذا خد بالك من ايه؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى هم دول الاربع نقط لو انت فهمتهم صح باذن الله هتقدر تصمم اي حاجه. طيب بالمره كده احنا بنحتاج حديد تسليح ليه؟ لو انت جبت بتاع خرسانه وسبته لوحده كده عرضته لاحمد ايه اللي هيحصل؟ هيشرد صح؟ هيشرد. طيب ايه اللي احنا بقى بنضطر نحط الحديد؟ عشان الحديد يقدر يشيل تنسى كويس فانا اجي على الحته اللي الخرسانه ضايفه فيها وابدا احط فين؟ وابدا احط ايه؟ حديد. ده كده مقدمه سريعه كده عشان ما نطولش الدنيا دي كانت مقدمه ايه؟ سريعه.
برضه هفكركم بشويه حاجات تانية بالمره من هنا، اتكلمنا ودخلنا.